شباب قسنطينة بملعب عمر حمادي، وتأخر رفقاء حمية بالنتيجة بهدف كامل طيلة الشوط الأول بهدف بالقاسمي في الدقيقة 39. ألو شباب قسنطينة، يا سلام بالقاسمي، يتمكن من الوصول إلى مرمى الحارس مبوش. كرة صعبة خطيرة تمكن منها كما ينبغي، الترويض الممتاز والتدخل. الاتحاد عاد في الشوط الثاني عندما عدل بن يحيى أولا في الدقيقة 70. كرة صعبة وهائلة، يا سلام بن يحيى، يتمكن من الوصول إلى الشباك وتعديل النتيجة في الدقيقة 69 بعد تنفيذ ركنية. بعدها منح حامية هدف الأسبقية في 83. تبقى الخطورة كما قلت جمال، حامية يتمكن من مضاعفة النتيجة، متوجا الاتحاد باللقب الشتوي وسط أجواء كبيرة في النهاية. فألف مبروك للاتحاد التتويج باللقب الشتوي. What?